كابتن فريق شانفيل إلي، يعني بعد خساره صعبه امام فريق هومنتمن، كيف يعني رح تكون رده فعلكم اليوم خاصه عم تلعبوا المباراه على ارضكم؟ صح مزبوط، هاي الخساره ليك الخساره اللي صارت معنا طريقه كانت كثير بشعه، بس المفروض تكون وعدتنا لانه كنا مطرح ما ربحانين ست جيمات ورا بعض، تعرف واحد بيرخيها شوي، ان شاء الله اللي احنا نسيناه للجيم، فايتين اليوم نرجع نلعب، بدنا نجرب قد ما فينا نرجع انه نلقط الجيم تبعنا اللي احنا كنا عم نلعب فيها قبل، الباسنج جيم، الديفنس، اللي نلعب بقلب، هذاك الجيم كنا عم نلعب صراحة بلا قلب بلا شيء، ان شاء الله اليوم نقدر نرجع مراكش. عم بتواجهوا فريق عنده تنظيم مخيف على ارض الملعب خاصة بالدفاع. صح. قديش شغالين على هذا الموضوع؟ فريق بيروت عم بقدم باسكت كثير حلو، بغض النظر اذا في جيمات كان عم يربحهم ولا عم يخسرهم، عم بقدم جيم باسكت كثير حلو. حضرين كتير منيح، شغالين على الكيس تبعهم، عاملين مثل كأنه كذا بلان، في حال صار هيك في حال صار هيك، إن شاء الله نقدر نتوفق اليوم، أهم شيء إذا نحن الديفنس تبعنا قدرنا نمشي فيه ولعبنا جود أوفنس أز تيم بيمشي الحال. بعيداً عن مباراة اليوم شفنا كتير على السوشيال ميديا هجوم على إلي ريستو من قبل جمهور الحكمة، شو صاير بينك وبين الحكمة أنت وإلي ستيفان فهمت كمان؟ أنا غير كيس إلي ستيفان، هيدي بدها حلقة صراحة لأنه هيك بسرعة يعني في بس عالم بقلب خي النادي بيصيروا يوصلوا أخبار ما أنا مزبوطة، مش يعني أنا مني مقدم دعوة، بس هيدا بدها حلقة لأشرح أنا شو صار لحتى الشيء وصلني بعد سنتين وشوي لأنه أعمل هيدا الشيء، ساعتها يجوا يقولوا لي شيء بس ما يطلعوا حكي تيوعوا الجمهور أو تيولعوا بطريقة ما أنا مزبوطة، لازم يفرجوا صور لأنه هي نادي الحكمة، الحكمة لازم تكون في حكمة عند الأشخاص والخصوص اللي هن أيدين هيدا الشيء اللي هن عم بيديروا كم شخص على السوشيال ميديا، لازم يكون عندهم حكمة ويعطوا الحق للأشخاص، إن كان مش قصة الشيء اللي أنا بدي إياه المادة، الحق بإنه أتليست إله حق يطالب فيه، مش إنه نادي بدها حلقة، أنا ما رديت على حدا، وهلا الشيء اللي قلته منه شيء بس لأنك سألتني احتراما لإلك. كيف رح يستقبلك جمهور الحكمة ملعب غزير يوم الأحد؟ ليك في كمية، هديك السنة عمل لي ستاندينج أوفيشن ما يعني ما بتنعمل يمكن لولا لعيب بتعقد، أنا جمهور الحكمة ما خصه بالشيء اللي عم بيصير، بالعكس الشيء اللي عم بيصير لجمهور الحكمة يتفهمه ويعرف ويحلل، وبكره بعد الحلقة اللي أنا بعملها يبقى يعرف وين الغلط ليبقى هو يحاسب، هو جمهور لازم يحاسب لأنه هذا الجمهور بحق له يكون عنده فريق عنده ستابيليتي، فريق عم بيربح. جمهور الحكمة بيعرف شخصيا واحد وواحد قد ايه انا بعرفهم كلهم وانا قد ايه بحبهم، بس شو بدي اعمل في اشخاص عم بي ان شاء الله تكون ضمن التهذيب، بعرف رح يقولوا قصص بس ان شاء الله تكون ضمن التهذيب. يلا جود لك إلي.